لو سمحت انا عندي مشكلة، ربنا يخليك يا رب تحلها لي. تأمري. الأمر أهل لله. الخير كلهم موجودين على طول، اتفضلي. الله يبارك لك يا رب، ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك أنا أم مصرية، كنت متجوزة واحد فلسطيني. اتفضلي. وبعدين أنا عايزة الجنسية لأولادي. طيب، ما هي الجنسية حضرتك فيها؟ الجنسية لأولادي. الجنسية ليها شروط، بتقدمي، قدمتي ولا لأ؟ لا انا كنت بقدم من 10 سنين، وكل ما اروح وارجع بسبب الفلوس وكده، كانت الفلوس قليله في ايديا بصراحه يعني. اي فندم. فالله يبارك لك، الوقت الباسبور بتاع بناتي منتهي من 2006. ايوه. فالله يبارك لك، مش عارفه معيش فلوس ان انا اجدده. كيف الاسره ولاد حضرتك قد ايه اللي عايزين الجنسيه؟ 22 سنه بنتي، 22 سنة الكبيرة. أيوة. والتانية ثانية ثانوي. طيب، فالبنتين حضرتك بتتكلمي عن البنتين. عشان الفلوس، يعني الفلوس هي اللي منع انهم ياخدوا جنسية. اللي منع انهم ياخدوا جنسية ان هو منتهي الإقامة الباسبور. وبعدين انا بحاول في الجنسية، مش عارفة ايه اللي معقدة بصراحة. مرة يرجعوني بورقة بسيطة. ومره يقولوا الفلوس، عايزين فلوس في الخزنه، وبعدين انا ما بقاش معايا فلوس في الوقت ده. وبرجع البقاليه تاني، ما بقاش معايا فلوس ان انا ارجع لها تاني. فدي المشكله يعني. الله يبارك لك، انا بقول 5 اولاد وانا مطلقه بقالي 10 سنين. ما فيش ورق على الاطلاق، مش كده؟ ما فيش ورق، لا بطاقه ولا اي شيء. ايوه، بس المشكله دلوقتي في جواز السفر ان هو منتهي من 2006. فانا عايزه اعمله الاول، لان عيالي البنت الكبيره تخرجت السنه دي من كليه دراسات اسلاميه. فهي المفروض يعني تبقى تعول لاولادها واخواتها. فانا ما عدتش عارفه والله، مش لاقي لا شغل في البلد ولا لاقي اي حاجه، مش عارفين نتحرك في البلد بسبب الجنسيه ولا بطاقه ولا اي شيء وكده يعني. حاضر، هنسيب ناخد تليفون حاجة بعد اذنك، وان شاء الله باذن الله يعني ان يعني مشاهد كريم يعني بشكره شكرا جزيلا، مش هنقول اسمه بناء على رغبة سيادته، بيتحمل تكاليف استخراج جوازات السفر لبنات حضرتك. إذن بشكر مشاهدنا الكريم كل الشكر والتحية، يتحمل تكاليف استخراج جوازات السفر و لبنات حضرتك، ويعني هنتواصل مع حضرتك كمان عشان يعني يتواصل. يا سيد ام زينه، يا رب. في مشاهد كريم محترم بيقول لحضرتك، ربنا يبارك له يا رب. التكاليف قد ايه يا فندم؟ التكاليف قد ايه؟ نعم. التكاليف 17000 جنيه. 17000 جنيه. معلش حقكوا عليا والله، مش قادر يعني اكتر من كده. لا، هو بيقول لنا بس قد ايه على طول. انا لوحدي في بيت صغير في الارياف وكده. لا، على طول. ربنا العالم بالحال والله. بيقول لك مفيش اي مشكله، الفلوس هتيجي لحضرتك ان شاء الله على طول. هنتواصل مع حضرتك وهنتواصل مع مشاهدنا الكريم اللي انا بشكره شكرا جزيلا، يا رب يجعله في ميزان حسناته يا رب باذن الله. شكرا ليه، خلاص المشكله ان شاء الله تتحل. 17000 متوفرين وجاهزين يكونوا عند حضرتك ان شاء الله، وان شاء وتقدمي على طول وتاخدي الجنسيه للبنات.